تسجن العاصفة مشاهدينا الكرام ذات الشكل الجميل والرائع والفريد. رمرومة أحد المؤسسات الكبيرة، المؤسسة العاصفة مالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ضمرها السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثالث نرى علاج في المركز الثالث، تعود ملكيتها لهجن العاصفة أيضا، ضمرها السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثالث دور الضبية أو ضبية لهجن الرئاسة، عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في التضمير. نقلة على المركز الرابع، وفي المركز الرابع طواري لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، تضميرها عند السيد محفوظ بن خميس الينيبي. النقلة التالية على المركز الخامس واللي تحتله المتحدة لهجن العاصفة مشاهدينا الكرام في التضمير السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير. نتابع نداءنا من خلال وجود المركز السادس وشعار هجن الشحانية في ثنائي جميل على المركزين السادس والسابع. هنا أيضا اللي طيف قادمة مع سلطان بن محمد لهيبي في المركز السادس، والمركز السابع حدث لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري. المركز الثامن اللي تحتله مشاهدينا الكرام مدللة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم، مضمر السيد علي بن راشد بن حمد بن غدير. المركز التاسع داخل مشاهدينا الكرام بقوة، والاسم اشتعال المالك سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر السيد أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي خطير المضمرين. 20 في المركز العاشر اللي انتقلت انتقالة ممتازة واحدة من ضيفات هذا الشوط وهذا الميدان، القادمات من ميدان التحدي في الشحانية في دولة قطر الشقيقة، اسمها الكريم شديدة واسم مالكها هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم آل وهيبي في التضمير. هذه مشاهدي الكرام نتيجتنا الأولى، نداءنا الأول للمراكز العشرة الأولى والبحث عن مقدمة الشوط من جديد عن رمرومة. يا سلام يا سلام يا رمرومة، حتى الاختيار للأسماء فريد لهذا النوع الفريد. نشكر سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على الاعتناء بهذه النوعيات السبق والاهتمام بأسمائها وإنجازاتها ومشاركاتها. هذه رمرومة مشاهدين الأعزاء خاطفة للمقدمة من البداية وحتى هذه اللحظات بدون أي تعليمات. هذا النوع الممتاز، هذا النوع الصعب اللي ما يحتاج أي تعليمات، قد يحتاج القليل منها في الأمتار الأخيرة، ونادر ما يكون ذلك، نادرا ما يكون ذلك، لأن النوع نوع ما شاء الله يعني رايح براسه رايح براسه رايح رايح لا مرة لا. الانتاج لازم اتحدث عن منطقة الانتاج، المنطقة المنجم الذهبي انخلي منطقة السبق. مشاهدينا الكرام هو من يأتينا بهذه النوعيات الرائعة والجميلة والفريدة يا رمرومة في مقدمة الشوط. وايضا الشكر الجزيل لهجن العاصفة وعلى هذا الشعار، وهذه طبعا تحديدا يعني خاصة رمرومة من الانتاج، من الانتاج يعني مو مشراية. يا سلام، غير طعم ناموسها، هذه ناموسها غير بيكون. يا سلام حمد بن راشد بن حمد بن غدير اللي ايضا هنيه على اهتمامه بهجن العاصفة وقيادتها الى المكانة الصحيحة في المشاركات. 1800 متر على خط النهاية، بينما في المركز الثاني ضبية لهجن الرئاسة يقدمها السيد عيسى بن مطر بن مايد عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، واحد من شبابنا العمالقة في الإنجازات والتضمير مع هجن الرئاسة ذي الكبرياء. يا سلام يا سلام، غني عن التعريف هذا الشعار الأحمر. المركز الثالث، المركز الثالث علاج، وعلاج أيضا ورقة ثانية لهجن العاصفة في هذا الشوط وفي مقدمة الشوط، تحت المركز الثالث ضمر السيد
حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الرابع ضيفة الميدان. طيف يا طيف حرك طيف حرك يا سلطان يا لوهيبي طيف الله يا طيف. منو بيلحق الطيف يا جماعة؟ منو بيلحق الطيف؟ طيف لهجرة الشحانية القادمة من دولة قطر الشقيقة. يا الله طيف ما في أسرع من الطيف، ما في أسرع. وبشوف أنا الوهيبي نحن بالانتظار 1200 متر على خط النهاية، ونعود إلى استكمال ندائنا ولو بأعداد بسيطة. يعني المركز الخامس هناك شعار من الشعارات، عطني الحبس الخامسة إذا بتشوف 20 20 20 الرقم شديد الهجر الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي قادمة. يعني الخطورة عند 20 20 يا يتنك يا الواثق ويا يتنك يا الخيالي، روح روح روح. والعشرين أنا أقول 20 علشان الرقم، علشان الرقم اسمها اسمها حساس شديد شديدة وهي شديدة، ولكن التغيير التغيير اللي وقع في مقدمة الشوط وحصل الآن من علاج لهجن العاصفة. مشاهدينا الأعزاء عالجت الأمور عالج يا دكتور عالج يا سلام. والواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير جاهز طبيبها علاجها دواها. يا سلام حركها يا ابو حمدان. هناك ايضا هجوم هجن الرئاسة يبغي له اهتمام. البارع قادم مع ظبي يا مشاهدينا الكرام لهجن الرئاسة، الهجن الحساسة اللي ما تقبل الا السيف وكاسة. يا سلام شوفوا المركز الثالث اللي شديدة وهي شديدة وعندها رمرومة شديدة، رمرومة غيرت عادت الى المركز الثالث لهجن العاصفة حمد بن غدير في التضمير شديدة لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الويبي رابعا، ولكن علاج عالجت الامور. سلام يا مرغم سلام. تهانينا مشاهدينا الاعزاء نزفها في هذه اللحظات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم مالك هجن العاصفه ولجماهيرها وعشاقها على فوز علاج وللواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني ظبيه لهجن الرئاسه، المركز الثالث حدث هجن الشحانيه، رمرومه في المركز الرابع لهجن العاصفه، والمركز الخامس المركز الخامس اعلان لهجن الرئاسة. هكذا ايضا مشاهدينا الاعزاء انتهى شوطنا والخمس المراكز الاولى ايها الاخوة والاخوات. لنتابع ونرى التوقيت الزمني لعلاج اللي قطعت 6 كيلومترات في 9 دقائق 11 ثانية 9 اجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة على فوز علاج بالمركز الأول وللواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني ظبية في المركز الثاني لهجن الرئاسة. مشاهدينا الكرام تهانينا على فوزها، توقيت 9 دقائق 12 ثانية 3 أجزاء من الثانية. التهاني لهجن الرئاسة العملاقة وللمضمر سيد أحمد أو عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الثالث شديد، خفت منها صراحة، أنا خفت منها، شكلها يخوف يوم وصلت 26 غير شديدة يعني، بنشوف 26 على العموم. حدث هي اللي فازت المركز الثالث لهجن الشحانية ويضمنها سالم بن فاران. المري 9 دقائق 14 ثانية 4 أجزاء من الثانية. مشاهدينا الكرام هكذا انطلق شوطنا الثالث. تهانينا لجميع الفائزين أيها الإخوة والأخوات. مشاهدينا الأعزاء زميلنا سعد بن مثلع العتيبي نرحب فيه في كل أوقات هذا المهرجان، ونتمنى لكم مع صوته الشجي المتابعة الحسنة والشيقة. شكرا للأخ والزميل سفاح الشمري على هذا التواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وباسمه نستعين. أيها الأخوة المتابعون الأعزاء أينما كنتم، هكذا تتواصل الإثارة في قمة الإثارة في مهرجان المرموم لعام 2015. أفراح كبيرة واحتفالية تراثية شدت إليها الرحال، فجاءت مختلف الشعارات من أجل